يعطيكم العافية. بالنسبة لدرس اليوم رايحين ناخذ الفورم تاج وراح ناخذ الاتش تي تي بي بوست والاتش تي تي بي جيت. هلا حسب المثال انا عندي فورم صممناه في الدرس السابق مكون عندي من 3 انبوت تكست وواحد صمت. هلا حتى يشتغل ويعمل عملية صم لابد ان يكون عندي باتون. هذا الباتون هو المسؤول عن عملية جمع الرقمين ووضع الناتج في اللي هو الريزلت. حتى تتم هاي العملية نشوف مع بعض الآلية. نيجي لليوزر، اليوزر وظيفته انه يدخل لي يو ار ال اسم الكنترولر اي ام بي فورم 2. مين راح يستقبلها؟ راح يستقبلها الفورم الخاص بالاتش تي تي بي جيت. شو بيساوي الاتش تي تي بي جيت؟ بيرجع لي الفيو، فبيرجع عملية اللي هو اظهار صفحة الفورم 2. انا كيوزر المفروض اني ادخل رقمين. بعد ما ادخل الرقمين راح اضغط على باتون صم. باتون صم شو بده يساوي؟ بده يضطر يرجع على الكنترولر وتحديدا بميثود اسمه نفس اسم الصفحة اللي هو فورم 2، ولازم يكون اتش تي تي بي بوست. اتش تي تي بي بوست معناته انا راجع من الصفحة، راجع من الصفحة للكنترولر وجايب معاي داتا اللي هي N1 وN2. ايش الN1 والN2؟ هاي النيم تاع الانبوت تكست، والN2 هو النيم تاع الانبوت تكست. حتى يشتغل عندي الاتش تي تي بي بوست لازم يكون عندي صفحة الاتش تي ام ال تبدأ بتاج اسمه فورم، تاج اسمه فورم، ولازم يكون الميثود تاعته بوست. حتى نورجيكم نتذكر مع بعض الصفحة اللي احنا صممناها. هاي يا شباب الصفحة. حتى يشتغل عندي الاتش تي تي بي بوست لازم يكون عندي فورم الميثود تاعته بوست. بوست معناته اذا انا ضغطت السبميت راح يرجع على الكنترولر الاتش تي تي بي بوست. مكون عندي من تيبل نمبر 1 وفي عندي الانبوت، وهاي اهم خاصيه النيم، النيم ان 1. معناته انا لما بدي ارجع على الكنترولر راح استقبل هاي الفاليو اللي انا ادخلتها من خلال متغير ان 1. نفس الفكره بالنسبه للتدي الثانيه نمبر 2، في عندي انبوت اسمه ان 2، باخذ الفاليوز اللي انا ادخلتها بالتكست على متغير ان 2. وبالنهايه حتى يشتغل الميثود بوست لازم يكون عندي البتون من نوع سبمت. سبمت باخذ البوست وبيرجع على الكنترولر بالاتش تي تي بي بوست. هلا انو كنترولر؟ لاحظوا الفورم 2 وين موجود؟ بالاي ام بي. معناته الكود تاعه وين راح يكون؟ بالاي ام بي كنترولر. بالاي ام بي كنترولر هنا راح اخذ هذا الكود كوبي واجي اعمل له بيست، راح يطلع عندي فورم 2 فورم 2 وعندي ايرور. سبب الايرور انه حاليا هذا مش اوفرلود. عشان اميزه لازم يكون عندي انت ان 1 فاصله انت ان 2 نمبر 1 وفي عندي نمبر 2، وهنا بيتم عمليه البروسيسنج. شو بدك تساوي بالان 1 وان 2؟ وبعد هيك انا شو بساوي؟ برجع على الصفحه. طيب حكينا من شروط الكنترولر انه لازم ما يكون اوفرلودد. بهاي الطريقه ما راح يشتغل، لانه اذا كتبت اليو ار ال اثنيناتهم راح يحتار فيهم انه انفذ هذا ولا هذا، فراح يعطيني ايرور. فلا بد من التمييز بين الميثود الاول والميثود الثاني. الطريقه الخاصه بالتمييز اللي هي الوجهه. الوجهه الاولى اتش تي تي بي، عفوا اتش تي تي بي جيت، معناته راح يجي اليوزر ويروح على الفيو. الاتش تي تي بي اللي بعديها اللي هي اتش تي تي بي بوست. الاتش تي تي بي بوست معناته انا جايك من الصفحه وماخذ معي ان 1 وان 2. ايش هي الان 1 والان 2؟ هل انا بغير بقدر اسميه اي وبي؟ بنحكي لك لا، بنطلع على صفحه فورم 2 وبننتبه على النيم. اذا سميته A هناك لازم يكون اسمه A، اذا سميته B لازم الكنترولر يكون اسمه B. فانا هاي الاسماء مش عشوائيه، هاي الاسماء هي النيم تاعت الكنترول لازم استقبلها. فبهاي الطريقه بصير في عمليه روحه على الصفحه والرجع على الصفحه. فانا برجع على الاتش تي تي بي بوست. الاتش تي تي بي بوست لما اضغط على البتون الاتش تي تي بي جيت هو اللي بياخذ اليو ار ال وبروح على الصفحه. هاي الفرق اللي بيناتهم. لاحظوا السهم،
ال HTTP GET رايح، ال HTTP POST راجع، وما بيشتغل ال HTTP POST إلا إذا نقرت على الباتون. طيب حتى نورجيكم الحكي هذا بالطريقة العملية، مايكروسوفت بتوفر لك آلية اللي هي البوينتس. البوينتس معناته أنا حوقف الرن عشان أعرف شو اللي بيصير عندي، ونفس الشيء في ال HTTP POST، أنا بدي أوقف من خلال النقر كليك بحيث يوقف عندي هذا الكود، ونشوف إمتى بتنفذ ال HTTP GET وإمتى بتنفذ ال HTTP POST، ونشوف ال N1 ونشوف ال N2. بنيجي بنعمل رن بهذا الشكل. أنا كيوزر وظيفتي سلاش اسم الكنترولر اي ام دي، اسم الميثود فورم 2. انو اللي راح يتنفذ الجيت ولا البوست؟ بنشوف مع بعض. لاحظوا اخوان اللي تنفذ اللي هو الاتش تي تي بي جيت. شو بيساوي؟ بيحكي لك افتح لي الصفحة تاتي. فهي فتح لي الصفحة تاتي. شو بنساوي احنا هنا؟ بندخل 9 وبندخل على سبيل المثال 10 وبنضغط على البتون. شوفوا البتون شو راح يسوي لي. بنضغط كليك، لاحظ وين راح البتون؟ راح عند ال HTTP POST. وشو أخذ معه؟ N1 9 وأخذ معه ال N2 10. وهنا أنا بشتغل في الكود اللي موجود، وبالتالي بس تشتغل بترجع مرة ثانية على الفيو. هاي وظيفة ال HTTP POST. فال HTTP POST إلها شروط. أول إشي كل صفحة بده يكون إلها GET وإلها POST. البوست بتشتغل لما أضغط على البتون، الجيت بيشتغل عند مناداته من خلال اللي هو اليو ار ال. هلا حتى يشتغل عندي هذا الكود، بتطلع على صفحه الاتش تي ام ال، لازم يكون عندي فورم وميثود ايكوال بوست، ولازم يكون الباتون من نوع سبمت. هذا بشكل عام كل ما يتعلق بالفورم تاج والاتش تي بي جيت والاتش تي بي بوست. بتمنى يكون الدرس واضح، ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.